السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين دو سناء اسبوار. معكم سناء في وصفة جديدة، الزيتون طاجين. حاجة الأولى نحطو الزيت والبصل تاعنا، من بعد نحطو اللحم، نديرو الملح، حرور، ونضيفو كركب، نضيفو زوج ورق يرند، ونحطوهم فوق النار باه يتقلاو. نقلبو اللحم تاعنا على جهتين، وبعد ما يتقلى نضيفو الماء ونغلقو الكيكوطا ونخلوه يطيب. بعد ما يطيب اللحم تاعنا نغلو الزيتون مرتين او ثلاثة، نضيفو على اللحم تاعنا الفطر والكفتة، ونرجعو الكيكوطا تاعنا فوق النار، وقد ما تطيب الكفتة نضيفو زيتون طاجين يتكتك في الكيكوطا. ان شاء الله الوصفه تاعنا زيتون طاجين تنال اعجابكم وتجربوها. اي بون ابيتي. اذا عجبتكم الوصفه ديروا لايك، واذا كنتوا جدد في قناتي كويزين دو سناء اسبوار شاركوا فيها باه يوصلكم جديد. باي.